كم مواطن يتجاوز على المي؟ لا كم مواطن ما يرشد باستهلاك الكهرباء بصريح العبارة. منو بينا يرشد؟ ماكو عيرة، بس تجي الوطني شعلها كلها فول. إذا المواطن يتحمل، لكن السؤال كالآتي: من أوصل المواطن إلى هذا اليأس؟ هي الحكومة. المواطن ما يلتزم بالإشارة لين يشوف المسؤول يضرب شرط المرور ويعبر. المواطن ما يلتزم بالخلق العام لين جاي يشوف الفانشيستا ترمي الضابط بالحجارة. انت شبيكوا يا الفانشيستا اليوم؟ عم الفانشيستا تحكم تحكم الفانشيستا حكما والله. خاب عبرك هاي محتوى هابط، ترى ماكو أقل من شهر طلع وذني شينا سمعتين للصبح. يعني يا فانشيستا يا عمي حكما صحيح تيجي نقلك توين داوم يا قادر على ان صادق لك فانشيستا شوف وين ما تصير تصير هذا العراق له غير ما اقدر ابثها بالبيت هسه تقول صادق لك انا يعني مثال يعني منو ما يدري المخدرات جاي تنباع بالكراده؟ منو ما يدري المخدرات تجي من المشرح والكحلاء؟ منو ما يدري النفط جاي ينسرق؟ منو ما يدري مناطق بغداد بيها بيوت دعاره ما حد يقدر يدق الباب عليها؟ منو ما يدري بيوت الدعاره ما حد يقدر ينطخ بيها؟ يوم الدعاره ما تنطخ بيها لا هي ولا الاموية. زين منو ما يدري المنافذ الحدوديه جاي تبوق بينا؟ منو ما يدري وصلت المرحله انه البضاعه الا تطب على الشمال الا تطب لك مقمرقه؟ منو ما يدري مراكز الشرطه بها واشرت شيء؟ منو ما يدري انه الواقف بباب المسؤول ياخذ من عندك رشوه؟ منو ما يدري انه ابو الفلوس دخل بالسياسه وصاروا نواب واعضاء بالبرلمان؟ شلون تحل هاي؟ هاي كلها تحتاج الحجاج من يوسف الدخل. دكتور احنا محتاجين انه نوصل لمرحله سياسه احرق وزرع. احرق وزرع ايش تقصد بها؟ كل المبادئ المتهالكه اللي ما حصدناها خلال اخي انا لا قاعدين بهذا الاستوديو استاذ حسين هذا حكينا وين راح يطلع بالفضائيه شو يفيد مثلا هسه انا اريد يباعوا لي نور المالكي هادي العامري مدمن محمد الشيع كلكم باعوا لي انا بشير حشيمي هاي كامرتك هاي كامرتك عمي انا جاي احكي وياكم فيكم واحد مهتم مثلا بيكم واحد معبرني هذا حكينا بدعتك ما حد الحلبوسي شاكوشك اقوى لو كلامي شاكوشك مو هاي الحقيقه طيب دكتور مسعود برزاني انا قلت لك تنفصل انت راح تنفصل لو كلامي وقفك انت راح تنفصل